طب دي ما تقول، ما تقول يا سي فتحي يا معلم يا كبير، قول. جوزك اتقفش وهو بيوصل بضاعه الورده واخواتها. لو النبي لبسه تهمه واكلني الاوانطه. لعلمك انا عارفه كل حاجه. عارفه ايه يا حميده؟ عارفه ان ابويا مدي اوامر لكل تجار كوم السمن محدش يديها بضاعه. اشمعنى برع اللي هيخالف اوامر ابويا ويديها بضاعه؟ ايه عاشقها؟ لا متجوزها. اخرس اخرس انت يا قليله الادب. انت ايه يا بنت؟ انت مش قرانه لحد ليه؟ حاجه بس اللي شبشب دمه ودماغ. انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ الحالي يابا، شوف ابنك بيقول ايه. بيقول ان برعي متجوز عليا، متجوز عليا بنت بشندي بنت غفير. ليه هو خد مكانك ولا ايه يا حلت امك؟ يا فتحي يابا خلينا عند الفاشي دي. يابا استني يابا بنت، انا مش راضي ارد عليك عشان ما اقدر الحاله اللي انت فيها. ما تقولها حاج، ما تقولها حقيقه جوزها حاج، قولها حقيقته. خلاص يا ابني خلاص يا بنتي. للاسف اللي بيقولوا اخوك على جوزك ده صح 100%. ايه يابا في ايه؟ مالك كل كلمه بتطلع من بقه بتصدقها ليه؟ لعلمك ده هو بيقول كده عشان بيغير منه، بيغير من برعي عشان برعي هو اللي فاهم الشغل. ما تخرسي بقى. الله، ده اخوكي لا يمكن يقول الكلام ده ولا يمكن يقصد يضر استاذنا برعي ابدا. انا مش فاهم انت ليه مش راضيه تصدقي ان برعي اتجوز ورده. انت يا بنت مش كنت بتيجي تشتكي ان برعي كل ليله بيسهر وبيقول انه بيسهر معايا وانا كدبته؟ ايه قولك بقى ان كان كل ليله فعلا بيصحى بس عندها، وامبارح اتقفش ببضاعه كان راح يوديها لها من ورانا وما كانش يعرف ان البوليس مراقبه. برعي ما يستجريش يتجوز عليا. هيتجوز عليا ليه؟ برعي يتجوز عليا انا يابا؟ ده انا قايله له صوابع العشره شهر. يتجوز عليا ليه يا؟ يا بنتي احنا مش في جواز برعي دلوقتي. الاهم نفكر ازاي نطلعه من النصيبه اللي هو فيها دي. ايه دي يا حميده؟ على راي ابوك يا حبيبتي، انت سايبه الحمار وماسكه في البردعه. الحاج باذن الله هيقوم له اكبر محامي، صح يا حاج؟ محامي ايه؟ ده انا هوقف له دستة محامين. ده انا اغلى بني ادم عندي هو برعي. اسفين يا خال ان احنا ما قلنالكش على عمليه قريبك ده. انت عارف كان في تعليمات بكده. تعليمات ليه يعني؟ عشان الموقف كان محرج بالنسبه لك. كانوا خايفين ابلغه لياخد باله مثلا؟ والله ده لو اخويا وثبت لي انه بيتاجر في المخدرات كنت هقبض عليه بنفسه وانا ضميري مرتاح. يا خال يا خال، يمكن سعد بيه ما كانش عايز يسبب لك اي حرج مع اهل مراتك، وخصوصا لو كنت انت اللي قبضت على اللي اسمه برعي ده، كانوا اكيد هيزعلوا منك. ليه يزعل وهو حر؟ انا يوم ما خدت بنتهم كانوا عارفين ان انا ضابط في مكافحه المخدرات، واول مره اخش بيتهم كنت داخل افتشه كان معاه سعد بيه. لكن انت عمرك ما شكيت في برعي ده؟ اشك فيه ازاي وانا عمري ما اتعاملت معاه؟ غريبه قوي يا خال، ازاي الحاج ما شكش فيه الفتره دي كلها؟ ازاي ده يحصل؟ انا مخي هيشد. ازاي برعي يقع وبالسهوله دي؟ الا ده كان حد كان مرتب له. ده اللي ما في حد لحق يبلغنا من المكتب. ما هو ده الشغل على مستوى عالي قوي يا حاج، وبصراحه بقى هو يستاهله. انا طبعا كنت ناوي ادبه بس مش بالشكل ده. معقول يتقفش بفردتين حشيش؟ ما هو ما كانش في طريقه غير كده يا حاج بصراحه. يعني ايه؟ انا اول ما عرفت انه خاننا ولعب بينا انا اللي وضبته كل ده عشان نخلص منه. ليه؟ انت عايز تقول ان انت اللي عملت كده؟ ايوه. ايه رايك؟ رايي ايه؟ وليه ما قلتليش انا اصلا؟ ما انا كنت ناوي ادبه بمعرفتي. ايه غلط؟ غلط؟ انت لسه بتسال؟ غلط وستين غلط يا ابني. يا ابني كده انت اذيتنا كلنا. ليه يعني؟ هو ما يستاهلش. افرض يستاهل، افرض تقوم تجيب البوليس لحد عندنا. البوليس نفذ اللي انا رتبته وراح لحاله. راح لحاله ده ايه؟ بالعكس
البوليس دلوقتي حط عينيه علينا. لا 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 احنا ملناش اي دعوه. ملناش دعوه ازاي؟ هو برعي ده يبقى مين؟ مش جوز بنتي ودراعي اليمين؟ وفي نفس الوقت يبقى جوز اختك ودراعك اليمين؟ انت عارف ده معناه ايه يا فندي يا متعلم؟ معناه ايه يعني؟ معناه ان البوليس هيحط عنده دلوقتي ان احنا ممكن نكون تجار مخدرات. وشوف وضع جوز اختك بقى وسط زمايله اما يعرف ان عديله طلع تاجر حشيش. يا ابني انت قلبت الترابيزه علينا كلنا بالشكل ده. انا مش فاهم انت خايف كده ليه. يا حاج احنا سمعتنا نظيفه. وكان لزومه ايه تعمل ده؟ طب تعالى شورني قولي. الله، انت فاكر يعني ان البوليس دلوقتي هيسكت؟ يا ابني كان في مليون طريقه نقدم بيها النيله برعي ده. ما تخافش يا حاج. ما تخافش ده ايه؟ انت فاهم حاجه؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس. لا اله الا الله. اسمع يا ابني، احنا لازم نوقف الشغل كام شهر كده. انا مش عايز كيلو واحد يطلع من عندنا في الفتره اللي جايه دي. وطلبات التجار يستنوا علينا شويه لغايه ما نشتغل. دول دافعين مقدم. اللي مش عاجبه رجع له فلوسه. الله، امال انا ضحيت ليه واتجوزت البنت دي، بنت عبد المنعم بيه ابو شنب؟ مش عشان يبعدهم عننا؟ تبعدهم عننا؟ ما انت اتنيلت على عينك ورجعتهم قدامنا تاني. لا اله الا الله. يا ابن احمد افهم، انت لسه قدامك كتير قوي على ما تفهم شغلنا ده وتتودك فيه. يلا يا علاء الاكل جاهز. عامله لنا ايه النهارده؟ ما انت عارف ما بعملكش الاكل غير اللي انت بتحبه. يعني انت ما بتحبوش؟ بقولك ايه، حد طلبك النهارده من بيت والدك؟ اشمعنى؟ انت عمرك ما سالتني يعني ايه المناسبه. وانت ما عرفتيش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو بابا تعبان ولا حاجه؟ لا لا لا، بس اتقبض على جوز اختك. انهي اخت فيهم؟ ما اعرفهمش، بس اللي اتقبض عليه اسمه برعي. برعي؟ واتقبض عليه ليه؟ مسكوبه مخدرات. مخدرات؟ قصدك يعني انه بيتعاطى مخدرات؟ بيتعاطى ايه؟ بيتاجر فيها. برعي مش معقول، ده طول عمره بيشتغل مع بابا. يعني اكيد بيعمل الموضوع ده من ورا والدك. والتهمه ثابته عليه؟ الموضوع لسه في اوله. والموضوع ده حصل من امتى؟ امبارح بالليل. انا خايفه لا يجيبوا سيره بابا في الموضوع. التحريات اثبتت ان والدك ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. حتى لما مسكوا المخدرات مسكوها في عربيه برع الخاصه، يعني بعيد عن المغلب. المدام مروه فين؟ بابا مصدقه عليا. فين بابا؟ فين ماما؟ الحاج مش هنا. حبيبتي مروه. ماما ايه اللي حصل ده يا ماما؟ صحيح بوري بيتاجر في المخدرات من ورا بابا؟ مخدرات ايه؟ بس ايه؟ تعالي خش اعملي لنا شاي يا زنوبه. صحيح يا ماما الكلام ده؟ بس بقى كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ خشي. مصدقه بس اهدي وعودي. ايه بقى يا ماما الحكايه؟ ايه بقى يا بنتي حكايه المخدرات دي؟ من امتى برعي بيتاجر في المخدرات؟ طول عمر الراجل بيشتغل مع ابوكي وعمرنا ما شفنا عليه حاجه وحشه. انا لما علاء حكي لي ما صدقتش، بس خفت على بابا. هو علاء اللي قال لك؟ ما تخافيش على ابوكي يا حبيبتي، ما حدش يقدر يجيب سيره ابوكي ولا يقول تلت التلاته كام. كل الحكايه ان الواد المنيل برعي راح اتجوز البت ورده من ورا حميده. برعي اتجوز ورده؟ ايوه يا حبيبتي، ما هي ما قدرتش توقع اخوكي فتحي وتلبسه قضيه مخدرات. وورده مالها ومال المخدرات؟ هو انت ما تعرفيش؟ ما هي ورده دلوقتي تجرت مخدرات كبيره قوي في كوم السمن. فضلت تلف ورا برعي، تلف ورا برعي لحد ما اتجوزته، وفي الاخر هي اللي اديته المهموس ده. ياه، بقى ورده خطيره للدرجه دي؟ يا بنتي بعد عنك، عامله زي الحيه لدغتها والقبر. انا خايفه على فتحي، لحسن تاذيه هو كمان. ما تخافيش يا حبيبتي، ابوك قايل له قبل ما يحط رجليه في عربيته يفتشها كويس قوي، ومنبه عليه ما يدخلش اي حد غريب المغلق. بابا لحسن كمان تندار على بابا. وهي قد ابوك يا مروه؟ لا الحمد لله،
ابوك يا اختي حريص حريص قوي، ويوم ما تفكر البت دي ان تهوب ناحيته يدوس عليها برجله ويفعصها زي الصرصار. بقى ورده يطلع منها كل ده؟ مش هي دي اللي كنت بدافع عنها؟ وما كنتش عايزه تروحي فرح اخوكي عشان خاطر عيونها، عشان تبقي تسمعي كلام ابوكي وامك؟ مرسي جالي النهارده مخصوص عشان يبلغني باللي حصل. يبقى الواجب بقى ان تشد محامي جوزي. ليه ان شاء الله؟ عشان المستور يبان. مستور ايه يا اختي؟ ان كنت يا فندم متجوزه برقه السر، وهو اللي كان بيمولنا بالحشيش. انا الايام دي مش عايز اعمل معاهم اي عداوه، وبعدين ما حدش عارف. جايز جدا برعي بكره الصبح يطلع براءه. انا ما بتهيأليش ان الحاج هيسيبه ده مهما كان برضه كسبانته. انا قلبي حاسس ان الموضوع ده في ملعوب. ايه ملعوب؟ انتي قصدك ايه؟ مش مستريحه للي حصل ده يا هريدي. لا لا ريحي بالك انتي، بكره المعلم العقاد هيطلعها، دول ناس واصلين. طب ولو بطلع عروش بقى هنعمل ايه؟ والبضاعه قربت تخلص، واحنا بصدقنا الرجل تجري علينا والرب زبون ونرشق في السوق. ما تخافوش، برعي كان عرفني على تجار كبار قوي في السويس، واتفقت معاهم ان هم يمونوني بكل اللي انا عاوزاه. انا بقى هكلمهم. والبنت دي استجرت تيجي لحد هنا؟ يوه جرى ايه يا حاج؟ ده بدل ما اخويا ما تقول كتر خيرها، ده البت سابت حالها وجت تجري على ملا وشها لما عرفت بموضوع برعي ده. كانت خايفه ان يكون